يشارك الفنان المصري محمد رمضان في احتفالات موسم الرياض المقام في المملكة العربية السعودية، حيث نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للإنتاج الفني مقطع فيديو لمحمد رمضان في السعودية قبل حفله. وظهر الفنان محمد رمضان في الفيديو الذي نشرته شركة روتانا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على ظهر حصان أبيض، كما ظهر في إحدى اللقطات في سيارة غريبة الشكل. وكتب حساب شركة روتانا للإنتاج الفني معلقا على الفيديو: النمبر 1 بيولعها الليلة، مسرح معرض السيارات الجنادرية. ويواصل الفنان محمد رمضان بروفات حفله الغنائي المقرر أن يحييه مساء اليوم الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. وفي سياق متصل، نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من البروفات عبر حسابه على انستغرام وعلق: من بروفات أقوى حفلة في الرياض، معادنا اليوم 21 نوفمبر. وكان الفنان محمد رمضان قد أثار الجدل بعدما طرح مؤخرا أغنيته الجديدة بعنوان السلطان، والتي حققت نجاحا كبيرا إذ تخطت 5 ملايين مشاهدة بعد طرحها ب3 أيام فقط عبر القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في ماراثون الدراما الرمضانية لموسم 2020 بمسلسل البرنس من إنتاج شركة سينيرجي، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي وهو من إخراج محمد سامي.